وأخيرا انتهت مسابقة طورني الجيم جام الثانية للمنصة، والتي انتهت بعدما قدم 100 فريق 100 لعبة. مطورين من شتى الدول العربية طوروها خلال 4 أيام فقط، ليثبتوا للكل أن كل شخص قادر على عمل نواة للعبة في وقت قصير. هذه المسابقة كانت استثنائية، فقد قام برعايتها شركات كبيرة في مجال تطوير الألعاب والبرمجيات. نشكر مجددا شركة ربابة الراعي الماسي للمسابقة، والتي حرصت على تشجيع ودعم المطورين العرب أينما كانوا. ونشكر الداعم الذهبي شركة وولفز انتراكتيف، وأخيرا الداعم الفضي شركة باد تيك. نشكرهم جميعا ونتمنى لهم دوام التألق والازدهار والتقدم. كان موضوع المسابقة تسلل لأخذ العلم، التي جعلت الكثير من المطورين يأتون بأفكار خارج الصندوق، مما جعل كل من قام بتجربة ألعابهم أن يثنوا عليهم ويحثوهم على إكمال ألعابهم. لم يكن لحاجز الوقت القصير أن يحد من إمكانياتهم وإبداعاتهم، فاستطاعوا تنظيم وقتهم وتنظيم العمل معا كفريق ليرفعوا ألعابهم وينشروها على صفحة المسابقة حتى قبل انقضاء الوقت. ونشكر أيضا فريق التحكيم الذي قضى وقتا وجهدا كبيرا لتجربة كل ألعاب المشاركين وإعطائهم العلامة العادلة بمقدار الجهد الذي بذلوه في ألعابهم. وشملت اللجنة لهذه المسابقة الأستاذ أحمد فوزي، هو مؤسس AM Games Studio وأيضا ناشط في مجال تطوير الألعاب، والأستاذ ياسر جفال وهو مطور مستقل ومقدم محتوى عن مجال تطوير الألعاب، والأستاذ زياد الجبلي شريك مؤسس لبيك جيمز ومقدم محتوى عن مجال تطوير الألعاب، والأستاذ رامز الطباع شريك مؤسس لباينري لونر ومقدم محتوى عن مجال تطوير الألعاب، والأستاذ يحيى جاسم مؤسس شركة VR Division لتطوير الألعاب والواقع الافتراضي، والأستاذ علي الحوسني شريك مؤسس في UAE Code Games ومؤثر في فعاليات المطورين العرب، والأستاذ معاذ سليمان مطور ألعاب ومقدم محتوى عن مجال تطوير الألعاب، وأخيرا الأستاذ علي البكري شريك ومؤسس Beyond Creative Agency ومختص في تصميم الجرافيكي. ونشكر أيضا مشرفي ديسكورد المنصة الذين كانوا جنودا مجهولين خلف الشاشة والذين ساعدوا كثيرا في إنجاح هذه المسابقة، نشكرهم فردا فردا. الآن وقبل الإعلان عن نتائج المسابقة والمراكز الأولى، أترككم مع فيديوهات قصيرة للمطورين يشرحون فيها تجربتهم للمسابقة. مرحبا، أنا محدين مارديني مطور ألعاب عمري 27 سنة من سوريا. شاركت بلعبة بيرز فيرسز بانيز أنا وأخي محمد وفا. شاركت مسابقة طورني الأولى والثانية كمان شاركت فيها، وبنصح الكل يشارك بالمسابقات. الجيم جامز بتخلي الواحد يتجاوز حدوده، يعمل شغلات ما كان يظن انه ممكن يقدر يعملها، وبالتوفيق. اسمي عاب من مصر، كنت من المشاركين في جيم جام طورني. اذا كان اول جيم جام اشارك فيه، استفدت من الجيم جام ده خبرات كتير عملية وتعرفت على اشخاص مميزين في المجال، تعلمت تنظيم الوقت والضغط للمشاريع. وانصح كل المشاركوش انهم الجيم جام اللي جاي يتعرفوا على أشخاص عندهم خبرات عالية. السلام عليكم، معكم أحمد محمد محمود، عمري 30 سنة من مصر. أحب يعني أقول لكم تجربتي في مسابقة طورني. أولا أنا فخور جدا أني عضو في منصة طورني. تاني حاجة أنا شاركت في المسابقة دي لأن اكتشفت أن أنا ممكن أقدر أعمل جيم كامل في 3 أيام، وتعلمت مهارات جديدة في وقت قصير. وأحب يعني أقول للناس اللي مشاركتش في المسابقة اللي هي تحاول تشارك في المسابقة، هتستفاد كتير جدا. وشكرا. عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي علي ناصر السعدي، عمري 27 سنة، أنا من اليمن. يا مسابقة طورني بالنسبة لي تحدي كبير، ذلك التقصير والمسابقة والاتصال بالكهرباء في بلدي، وذلك استطاعت اللعبة في 10 ساعات، وذلك يعتبر إنجاز كبير. أشكر القائمين على هذه المسابقة وأشكر مجتمع طورني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، أنا اسمي عبد الرحمن، عندي 26 عام وأنا من المغرب، وهذه اللعبة ديالي صايبتها في الجيم جام. من ديما كنت باغي نشارك في الجيم جام ودابا جاتني الفرصة، وانا مفتخر بهذا اللي صوت في 4 أيام دغيا. قدرت نصايب نكتب الافكار نامبليمونطيهم، نصلح المشاكل البوغ، نرفض دغيا داكشي. والحاجه اللي خلاتني انه يعجبني الحال بزاف هو انني قدرت نفينالي فيديو، هذه واحد الحاجه اللي كان صعيب عليا انا بزاف. السلام عليكم، انا خالد ابراهيم من مصر، عندي 17 سنه، مشترك في مسابقه طورني بلعبه سبيس مونكي، وكانت مسابقه لذيذه جدا، اتعلمت فيها حاجات كتير، والضغط ده كان يعني متعب شويه بس يعني تمام. وكل واحد ما اشتركش فهو يعني ضيع عليه فرصه كبيره جدا. والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمود مصطفى من مصر، عمري 17 سنه، وانا من احد المشاركين في مسابقه طورني الثانيه، مشارك بلعبه سبيس مونكي. وبالنسبه لتجربه المسابقه فكانت من احسن التجارب بسبب الوقت الممتع اللي قضيناه مع ضغط الوقت، بس اتعلمنا ازاي ننظم الوقت، اتعلمنا حاجات كتير استفدنا بيها من المشاركه، وده طبعا بيميزنا عن الناس اللي ما اشتركتش. وطبعا المسابقه كانت من احسن المسابقات بسبب التنظيم وبسبب الروح التنافسيه ما بين المشاركين والتفاعل اللي بينهم، وان شاء الله اكون من الفائزين. ومع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله. عبد الرحمن ابو سعد من سوريا، عمري 16 عاما ومقيم في المملكه العربيه السعوديه. استفدت واستمتعت كثيرا بالمشاركه في مسابقه طورني الثانيه. لعل ابرز ما يمكنك الاستفاده منه من هذه المسابقات العربيه هو التعرف على مجتمع تطوير الالعاب العربي. اشكر منصه طورني على هذه التجربه الرائعه، وادعو جميع من لم يشترك بهذه المسابقه ان يشارك في المسابقات التاليه لمنصه طورني. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم، اسمي احمد عبد الظاهر، بدات ادي في لو جيمز من 2019، بدات في البرمجه بشكل عام من 2017، وعندي 15 سنه من مصر. انا مروان محمد، بدات في الكاركتر ديزاين في 2019 من مصر، وعندي 15 سنه. انضمينا لمسابقه طورني، الحقيقه كان فيها فيدباك كويسه قوي، وحبينا الكومنت اللطيف جدا الخاص بيهم، وحبينا نكمل معهم في المسابقه. مسابقه زي دي هتخليك تمر بتجربه جميله، وهيبقى في روح التعاون والمساعده لو انت معاك فريق. نتمنى كل التوفيق للناس اللي مشاركتش، واتمنى ينالوا فرصه في الجام الجايه باذن الله. السلام عليكم، انا احمد مصطفى، مطور العاب مصري، عندي 22 سنه. في الفتره الاخيره شاركت في طورني جيم جام 2 بلعبه اسمها تيك تاكو، اللي اكتشفت ان هو ما كانش اختيار موفق خالص في الاسم، لكن الاختيار الموفق اللي انا خدته هو اني اشارك في الجام. انا حبيت الجام جدا بكل الفعاليات اللي حصلت فيه، والكوميونتي كان رائع، يعتبر من اكبر الجامات اللي اتعملت في الوطن العربي طبعا تحت تنظيم واشراف استاذ اسامه ديب. بحب ابارك طبعا لكل الناس اللي قدرت تعمل سبمشن على ان هم قدروا يعملوا الانجاز ده. في العاب رهيبه جدا والعاب كتير جدا انا لعبتها واستمتعت بيها، وبحب اشجع كل المطورين العرب ان هم يشاركوا في الفعاليات اللي زي الجامز دي، واللي ما قدرش يشارك اتمنى انه يقدر يشارك في الجام الجاي. انا اعرف ان الجام في جام تاني هيكون قريب. بس كده، السلام عليكم. مرحبا، اسمي امام فاضل من سوريا، عمري 20، شاركت جيم جام طورني الثانية بلعبة فور ذا فلاج، وكانت تجربة جدا جيدة. بتمنى اللي ما شاركوا وترددوا انهم يشاركوا بهذا الجام، انه يشاركوا بالجام اللي بعده، لانه حقا تجربة جيدة جدا وتستحق، وشكرا. الان وقبل الاعلان عن الفائزين، اود التنويه ان كل من استطاع ان يرسل لعبته قبل انتهاء الوقت هو فائز. مشاركتك في المسابقه واكتساب المهارات والتعرف على الاعضاء هي اكبر جائزه قد تحصل عليها، فجميع المشاركين يعتبروا فائزين، لكن المميزين والذين يحصلون اعلى تقييم يجب مكافاتهم بشيء على مهارتهم ومجهودهم. حصل فريق لعبة تيك تاكو على المركز الثالث وبجائزة مقدارها $250. بعدما قدم لعبة بشخصية أخطبوط تحاول أن تتسلل وتختبئ من الضوء لتقوم بتجميع أعلام الدول العربية المختلفة. أيضا هناك نقود ذهبية بين الأعلام يمكن تجميعها ليحصل اللاعب على نقاط إضافية. وقام الفريق بتصميم كل الرسومات والبرمجة الخاصة باللعبة من الصفر في فترة المسابقة، مما منحهم نقاط إضافية ليرتقي بهم لاحتلال المركز الثالث بين كل الألعاب المشاركة. وذهبت جائزة المركز الثاني لفريق لعبة For the Flag بجائزة مقدارها $500، بعدما قدموا لعبة مسلية وممتعة وذات رسومات رائعة. فكرتها أن تقوم بالتضحية بأصدقائك لتحل ألغاز المراحل، وتستطيع التسلل بين الأعداء والأضواء لتصل بالنهاية إلى الأعلام التي تنقلك من مرحلة إلى مرحلة أصعب. تمتاز هذه اللعبة برفع الضغط، فتجعلك تلعب مرارا وتكرارا لتثبت لنفسك أنك تستطيع إنهاء المراحل. وأنا شخصيا استمتعت في لعبها وختم كل مراحلها 13. أما بالنسبة لصاحب المركز الأول، كالعادة نترككم مع العد التنازلي الحماسي. ذهب المركز الأول في مسابقة طورني الثانية لصاحب لعبة برنامج التسلل، وحصد مبلغ $750 مقابل فكرته التي أعجبت لجنة التحكيم أولا وكل المشاركين ثانيا. ففكرة لعبته احتوت على العديد من الميزات التي جعلت كل من يلعبها يشعر بحماسها الكبير، خصوصا في أول ثواني من تجربتها. احتوت على دقة في تعليم كيفية اللعب، ودقة في الرسومات، وأسلوب مميز ومحبب إلى القلب، وألغاز استثنائية تستدعي تركيز وتوقيت دقيق لتتسلل من الأعداء وتحصل على العلم الذي سيقضي على كل الأعداء. استمتعت شخصيا كثيرا في إنهاء هذه اللعبة، على الرغم من أن نفسي راودتني لعدم قتل الروبوتات والحصول على البيتكوين، لكن المخرج هكذا يريد ويجب أن نلبي أمره. أخيرا
هناك الكثير من الألعاب الرائعة والتحف الفنية الفريدة من ضمن كل الألعاب التي تم عملها لهذه المسابقة. أدعوكم جميعا لتجربتها لأخذ فكرة عن أن المطورين قادرين على الإبداع وقادرين على الإنتاج في مجال تطوير الألعاب. رابط كل الألعاب تجدونه في أسفل هذا الفيديو. محدثكم أسامة ديب من منصة طورني التي مدخرت جهدا في إثراء المكتبة العربية بمقالات ودروس تعليمية ومسابقات لكل مطوري الألعاب المستقبليين، على أمل أن نلقاكم في مسابقة طورني الثالثة في منتصف شهر 9 لهذه السنة إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم. هذه قائمة المطورين الرائعين الذين دعموا منصة طورني لهذا الشهر. شكر خاص للداعم الماسي سامي المحمدي، شكر خاص للداعم الذهبي أحمد عبد الرحيم، وشكر للداعم الفضي قناة فهد الجمعان. يمكنك إظهار اسمك في القائمة لتساعد في تسريع الدروس المجزة في كل شهر من خلال الضغط على زر الانتساب جوين واختيار الباقة التي تناسبه. أيضا يمكنك الدعم على باتريون الموجود رابطه أسفل هذا الفيديو. وإن أعجبك هذا الدرس لا تنسى أن تقوم بعمل اشتراك سبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلك إشعار بالدروس الجديدة أولا بأول. نلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله.